احلى صباح على احلى اهلاويه واحلى عيله من كل مكان في العالم. يوم جديد و10 الصبح في الاهلي النهارده الثلاث 24/11/2020. صباح الخير يا كريم. صباح علي. صباح الفل عليكي. صباح الفل على كل حضراتكم. اهلا بيكم جميعا في حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. اخبار جديده، موضوعات جديده، مجموعه جديده من الضيوف. ان شاء الله كل حضراتكم تسعدوا بوجودهم معانا في حلقه النهارده. قبل ما نبدا كده خليني اقول لحضراتكم عن امبارح كده كان منشات او مقاله قريتها وعجبني قوي العنوان بتاعها. كانوا بيقولوا تحديدا كده 80% من النجاح هو ما رده الحضور والظهور، بمعنى ان حضرتك لو عايز توصل لصحه سليمه او عايز توصل للرشاقه اللي انت يعني بترغبها لازم تحضر للجيم او لازم تحضر يعني مكان اللي انت بتتمرن فيه. ده شيء اساسي، لا يمكن ان احنا نوصل لمردنا الا لو تعبنا الا لو ظهرنا يعني على سبيل المثال. فدي مقوله عجبتني جدا او شدت انتباهي. الفكره كلها ان احنا نفسنا نوصل لحاجات لكن ما بنوصلهاش لان احنا اوقات بنكسل. المقاله كمان كانت بتتكلم في النص ان الانسان بطبيعته ملول، يعني احنا ممكن نكون عندنا مثلا هدف معين او حلم معين والى حد ما بنرسم خطه ان احنا نوصله، لكن في النص كده بيجي عقبات ان احنا بنزهق، فده امر طبيعي جدا. فانا بنصح حضراتكم يعني ان احنا نقرا مقالات اكتر عن ازاي الواحد يحفز نفسه او نشوف فيديوز او يعني اي وسيله تقدروا ان انتم بس تغذوا بيها معلوماتكم، علشان اعتقد الموضوع مش بس فكره يعني اراده، انت لازم عندك اراده وكمان تحفيز كل شويه مستمر. فقلت بس اشارك مع حضراتكم المقاله دي اللي انا قريتها امبارح لان هي عجبتني جدا. 80% من النجاح مرده الحضور والظهور. نكمل بقى مع حضراتكم او نبدا خلينا كده نقول باول خبر معانا وهو خبر جيد جدا. التونسي علي معلول الظهير الايسر للاهلي نقدر نقول بقى اخيرا عاد بسلامه لمصر بعد تعطل وصوله بسبب الطيران، وهينتظم مع الفريق كمان بشكل هنا طبيعي. اعلن امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاهلي ايضا عن التعاقد مع احمد رمضان بيكهام لاعب نادي وادي دجله لمده هنا 5 سنوات قادمه، واعرب بيكهام عن سعادته للعوده للأهلي بيته الأول طبعا لأنه من ناشئين النادي زي ما كلنا عارفين، وقال أن حب الأهلي بيجري في دمي ولا أستطيع وصف مشاعري بعد العودة من ومن يعشق الكيان يجد صعوبة في الابتعاد عن جدرانه. كمان أكد أنه هيبذل قصارى جهده لتحقيق البطولات مع الفريق وإسعاد الجماهير. يعني خلينا نقول الحقيقة هي صفقة جيدة جدا، خاصة أن اللاعب هنا بيلعب في أكتر من مركز، يعني هو بيلعب مدافع، بيلعب ظهير أيمن، وبيلعب كمان وسط مدافع. خلينا نروح نشوف كده تقرير تصريحات لبيكهام ونرجع نكمل. طبعا رجعت لبيتي زي ما أنت بتقول، وانا فرحان جدا ان انا قدرت ارجع بيتي تاني بعد سنتين تعبت فيهم وحاربت عشان ارجع بيتي وابقى ادي المسؤوليه. انا طبعا واحد من ابناء النادي قبل اي حاجه، وانا فخور ان انا موجود في النادي الاهلي. يمكن انا في النادي الاهلي من وانا عندي 8 سنين 9 سنين. يمكن والدي بصراحة تعب معايا في السن ده لحد سن 15 سنة. كنا بنروح نتمرن 3 أيام في الأسبوع من المنصورة للقاهرة، كان معايا موجود كل 3 أيام دول، بيوصلني وبيجيبني لحد ما قعدت في استراحة الناشئين في مدينة نصر لحد سن 21 سنة. لحد سن أول حاجة 18 سنة طلعت إعارة حرس الحدود، ورجعت السنة اللي بعدها قعدت سنة كمان في النادي وطلعت إعارة تاني وادي دجلة، كانت سنة بس. بعد 6 شهور وادي دجلة خلاص اشتراني يعني من النادي في صفقة محمد محمود، ويمكن بعدها عدى سنة ونص كمان ورجعت بيتي. يعني طبعا انت بترجع من النادي الاهلي وبتخرج من النادي الاهلي عشان تثبت نفسك اكتر، لو انت ما خدتش فرصة جوه النادي فانت بتحتاج تلعب في اي نادي تاني عشان ترجع بيتك تاني، عشان المكان اللي انت مولود فيه واللي انت بتحارب عشان تبقى موجود فيه. ومكان اي لعيب في مصر دلوقتي او في افريقيا او في العالم يتمنى يلعب طبعا في النادي الاهلي، نادي كبير، وانا بصراحه حاربت عشان ارجع في النادي. انت لو مالكش مكان جوه النادي، لو ما بتشاركش، لو ما فيش فرصه انك تشارك بصفه اساسيه في النادي الاهلي، طبعا لازم تطلع اعاره بالنسبه للاعيبه اللي موجوده في النادي، لازم تطلع اعاره تجرب سنه واتنين. انت لو بصيت دلوقتي معظم اللاعيبه اللي موجوده في النادي معظمها كانت في النادي وطلعت اعارات ومشيت ورجعت تاني عشان اجتهدت وتعبت
وانت في الاول والاخر ابن النادي، غيرك غير اي حد تاني بتبقى متربي على حاجات معينه وتمارين معينه وحاجات جوه النادي، لما بيقارنوك بحد تاني لو انت نفس المستوى وحد من ابن النادي غير حد تاني متربي بره النادي فبيختاروا ابن النادي طبعا. يمكن بدات بعد بطوله افريقيا بتاعت المنتخب الاولمبي، بدات مع كابتن امير توفيق، كان فاضل مكان واحد في القايمه في الانتقالات اللي بعد البطوله دي، جابوا بادجي، ويمكن كابتن امير قال لي عشان ما فيش مكان تاني فان شاء الله تبقى موجود معانا في الموسم الجديد يعني ان شاء الله. انا يمكن ما كنتش عامل حسابي من قبلها ان انا يعني كنت تعبت سنه ونص وبتاع، بس ما كنتش فاكر ان هي هتجيلي دلوقتي، فيمكن مكالمه كابتن امير طمنتني شويه وخلتني اشتغل على نفسي واتعب اكتر، عشان خلاص الست شهور دول لازم اعملهم كويس، مش معنى المكالمه اللي هو خلاص انا موجود في النادي، ممكن ابقى وحش الست شهور اللي بعد كده وما ارجعش النادي، بس انا حافظت على مستوايا واديت مع دجله بشكل كويس ويمكن دلوقتي دي النتيجه يعني. رسالتي للجماهير اول حاجه ان انا واحد منكم قبل اي حاجه، انا من وانا صغير بحضر الماتشات في الاستاد وكنت معاهم في كل لحظه يعني، حتى من وانا في الناشئين كنا بنروح نتفرج على الماتشات في الاستاد، فانا بوعدهم ان انا ابقى قد الثقه بتاعتهم وان شاء الله يبقى الفتره كلها فتره بطولات. ورسالتي للاعبين طبعا الماتش الجاي لازم حياه وموت نكسبه يعني، ماتش بطوله طبعا. دي امل كبير ان احنا ان بيكم يرجع للاهلي تاني، لان هو اصلا ابنه طبعا. النادي الاهلي نادي بطولات، واي واحد اي لاعب يتمنى ان يخش النادي الاهلي، واحمد ابنه هو صغير طول عمره عايز يخش في نادي بطولات ويحافظ على مستواه من هو 9 سنين، واحنا تعبنا معاه وتعبنا ربنا الحمد لله جابه بخير وجابنا الحمد لله يعني، ما فيش فرحه احسن من كده. من سنه 2007 فضلت معاه لما هو عنده 16 سنه، لما دخل لما يعني بقى كويس، وكنت بروح باجي معاه وتعبت معاه، بس ربنا كلل تعبي بخير الحمد لله. رسالتي الاخيره ان هو يعني يجتهد في الملعب، ويعني لا مؤاخذه اقول ياكل في النجيله زي ما بقوله يعني، علشان يثبت وجوده للمدير الفني بتاعه وعلشان يحافظ على مستواه، وعايزين طبعا النادي الاهلي نادي القرن ونادي البطولات، وعايزين نفرح ان شاء الله في الاهلي بتتويجهم 27 الشهر اللي جاي، الشهر يوم الاحد اللي جاي، يوم الجمعه اللي جايه ده اهي، يتوج بالبطوله والكاس كمان ان شاء الله. طبعا بنتمنى له كل التوفيق وبنتمنى نشوفه متالق في ارضيه الملعب في كل مباريات النادي الاهلي، وطبعا يعني كالعاده النادي الاهلي دايما بيستعين باللعيبه الواعدين، اللعيبه سواء كانوا من ابنائه من الاصل ورحلوا لفترات ورجعوا مره ثانيه، او بيبقى دايما حاطط عينه على اللعيبه المميزين اللي يدعموا اداء النادي الاهلي المعتاد والبطولات والنجاحات وما الى ذلك. طيب امبارح بقى كانت في مراسم لقرعه الموسم الجديد لبطوله الدوري الممتاز اللي هينطلق يوم 11 ديسمبر المقبل ان شاء الله. اسفرت القرعه عن ملاقات الاهلي والزمالك في الجوله الرابعه في الدور الاول للمسابقه، على ان تقام يعني مباراه الدور الثاني في الجوله 21. قبل بقى بنتكلم مع حضراتكم عن تفاصيل الجدول بالظبط، عايزين بس نعلق على مواجهات الاهلي والزمالك خلال الفترة المقبلة إن شاء الله. طبعا يوم 27 نوفمبر هيكون نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأول يناير مباراة الدوري، وفي خلال شهر ديسمبر إن شاء الله ممكن يكون في لقاءين تانيين، الأول في حالة وصول الأهلي والزمالك لنهائي كاس مصر واللي هيتلعب يوم 5 ديسمبر، وبناء على اللقاء الأول سيكون اللقاء الثاني في السوبر المحلي يوم 27 ديسمبر. يعني اللي من حضراتكم بيفضل دايما على أعصابه ومتوتر في مواجهات القطبين يستعد بقوة للفترة الجاية إن شاء الله. تعالوا بقى نروح، او خلينا نقول عايزين نعلق عن حاجه مهمه، وفعلا خلينا نقول برضو الموضوع بقى هنا سخيف جدا. يعني احنا في منظومه محترفه، وهنا هتكلم عن الاهلي تحديدا، لما بتظهر نتيجه المسحه الطبيه لاي لاعب بيتم الاعلان عنها فورا، سواء احنا بنتكلم هنا ايجابي او سلبي. طيب ايه بقى داعي الفتره اللي فاتت سمعنا او شفنا انتشار شائعات حول اللاعبين؟ يعني امبارح مثلا اتقال لك، او في كده جريده نشرت خبر بيقول لك ان الشناوي عنده كورونا، لا وقال لك كمان قفش عنده كورونا. يعني انا عايزه بس افهم، يعني لو في اصابه حصلت لاي لاعب، هو مش كل يوم او كل كام يوم بيحصل مسحه جديده؟ ليه الاهلي او غيره هيخبي؟ يعني انا مش عارفه بصراحه ايه الغرض ورا ده. اللي عايزين نقوله ان يعني المرض ما فيهوش هزار، يعني مش هيبقى في مثلا لاعب مصاب بمرض معين، او لو بنتكلم هنا تحديدا يعني
كورونا واحنا هنخبي. يعني شيء برضو غريب جدا، انا شايفة ان تصدير الازمات ملوش اي مجال حاليا. فكرة هنا برضو ضرب اخبار ملوش اي مجال حاليا. الفكرة كمان ان انا احاول اهز فريق معين او ان انا احاول اوتر جمهور فريق معين برضو ملوش اي لازمة حاليا. فياريت ما نصدقش اي حاجة غير لما يبقى في تصريح رسمي صادر من النادي، هو ده اللي انا برجع له. غير كده ياريت ما نصدقش اي حاجة بصراحة. الموضوع بقى سخيف جدا، زاد جدا عن حده فعلا في الفتره الاخيره. وعلى فكره احنا يعني الكلام ده ينطبق على كل اللاعبين في كل الفرق، يعني ده اسلوب مرفوض تجاه الكل. ما ينفعش نختلق شائعات على اي لاعب في اي نادي، وبعدين بصفه خاصه في حاله الاهلي والزمالك وتحديدا الفتره اللي احنا بنمر بيها. الفريقين بيستعدوا لمباراه قاريه، يعني الاتحاد الافريقي كاف هو بس اللي هيحدد النتائج الاخيره للمصابين سواء بالسلب او بالايجاب. من خلال ايه؟ اكيد من خلال المسحه اللي هيخطى عليها كل لاعبي الفريقين بكره ان شاء الله، يعني قبل المباراه او قبل اللقاء ب 48 ساعه كامله اكيد وفقا للبروتوكولات الطبيه. يعني عايزين نقول لحضراتكم ما معناه يعني كده بالبلدي، رفقا باللاعبين، رفقا بجماهير اللاعبين، رفقا باسر اللاعبين. الموضوع ده ما فيهوش اي مساحه لاي حاجه تستخبى. فيروس كورونا ده احنا بنتكلم على وباء عالمي، يعني التعامل معاه بطبيعه الحال لازم يكون في منتهى الدقة وبمنتهى الشفافية. ونرجع نفكر حضراتكم تاني، المسحة الحاسمة هتكون للكاف غدا. المسحة الحاسمة هتكون للكاف غدا، هي دي اللي هتقرر مين اللاعب اللي هيكمل أو اللي هيلعب يعني، ومين اللاعب اللي مش هيلعب. فننتظر بكرة، لأن زي ما قلت لحضراتكم النوادي يعني نادي الزمالك أو النادي الأهلي بيعلن يوميا عن الإصابات وبيقولك مين الإيجابي ومين السلبي. يمكن لو على سبيل المثال برضو يعني لسه كان في خبر من الزمالك بأمس إن إصابة محمود حمدي الونش أو يعني إن هي نتيجته إيجابية، تعافى مثلا اللاعب حازم إمام ومحمد حسن، ربنا يا رب يعني يتمم شفاهم على خير وما يتصابش اي لاعب في اي نادي، ما نتمناش ده يحصل. فالنوادي بتكون حريصه ان هي تبلغ حضراتكم ب يعني الاخبار الرسميه. فننتظر على كل حال، احنا مش عايزين دلوقتي اي خبر ما نعرفش مين ايجابي سلبي، انتظروا لبكره. بكره ان شاء الله هيحسم هذا الامر عن طريق الكاف. طيب بالنسبه بقى لبرشلونه، عايزين نقول لكم ان برشلونه يعني اكمل استعداداته لمواجهه دينامو كييف النهارده ان شاء الله ضمن المجموعه او ضمن الجوله الرابعه من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا. طبعا برشلونه يتمنى انه يستعيد من جديد نغمه الانتصارات اللي غابت عنه بقاله فتره عقب خسارته تحديدا 1-0 امام اتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني وعقب تراجعه في جدول الترتيب العام للليجا. تعالوا نشوف جانب من التدريبات ونرجع نكمل كلامنا. نجح ماركس في الفوز باليوم الافتتاحي لكأس العالم للوثب التزلجي، ده على التلال الكبيرة للرجال في بولندا. كانت قفزاته مفروض بلغت ارتفاعها تقريبا 137 متر وتقريبا 136 متر، ومجموعة نقاطه بلغت تقريبا 267 نقطة. وخلينا نقول ده معدل جيد يعني بيكفي لتأمين فوزه. فيه كانت منافسة صعبة جدا وكمان تمت بدون جمهور. خلينا نروح نتابع. Thank you.
واخيرا وليس اخيرا اخر خبر معانا في فقرتنا الاولى ليه علاقه بعالم الدراجات الناريه. حقق الدراج البرتغالي ميغيل اوليفييرا الفوز بسباق الجوله الختاميه لموسم 2020 من بطوله العالم للدراجات الناريه، واللي حصل ان سيطر اوليفييرا على السباق من بدايته عشان يضمن فوزه الثاني في هذا الموسم ويعبر خط النهايه بفارق 3 ثواني فقط امام منافسه الاسترالي. تعالوا نشوف جزء من السباق. طيب احنا كده الفقرة الأولى خلصت، معانا بقى النهاردة 3 فقرات حوارية، الفقرة منهم هتبقى عن قصار القامة في لعبة هنا تنس أرضي، ومعانا فقرة عن الأرشيف مع الأستاذ محمد صادق، ودي الفقرة اللي ناس كتير جدا بتبقى مستنياها والنوستالجيا، ومعانا طبعا كابتن خالد فاروق المدير الفني لفرق التنس الأرضي بالنادي الأهلي. يعني نروح فاصل كده ونبدأ مع حضراتكم بقى بعد الفاصل وأخبارنا إزاي وفقراتنا بقى. يمشي الحال رحب بحضراتكم، أولى بقى فقراتنا الحوارية. معادنا بقى في الفقرة الأولى دي مع واحد من مكتشفي المواهب، مش بس هنقول في النادي الأهلي، لا هنقول في عالم التنس المصري، كابتن خالد فاروق المدير الفني لفرق التنس الأرضي بالنادي الأهلي. منورنا في أول فقرة، يا صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا مهند. صباح الخير يا كريم. صباح الفل على حضرتك، سعداء بوجودك معانا، وعايزين نبتدي مع حضرتك كده من البداية فيما يتعلق بالبطولات المحلية، هل رجعت مرة تانية ولا لا بعد فترة التوقف، وعملتوا إيه برضه بالمناسبة في فترة التوقف نتيجة طبعا فيروس كورونا المستجد؟ هو كان موقف جديد طبعا على الرياضة كلها وعلى التنس. احنا رجعنا، الاتحاد المصري رجع النشاط تقريبا بقوة، يعني شوية تعديلات صغيرة. الدوري بدل ما هيبقى في كل المسابقات هيتلعب السنة دي في 14 ولاد وبنات ورجال وسيدات. احنا الحمد لله النادي الاهلي وصلنا السيمي فاينل في 14 ولاد وبنات، يعني تقريبا عاملين العلامة الكاملة، ما خسرناش ماتش حتى الآن. هنبتدي قبل النهائي كمان شهر، وهتبتدي بطولات الرجال والسيدات برضو لمدة أسبوع في منتصف ديسمبر، النص الأخير من ديسمبر إن شاء الله. طيب خليني أسأل حضرتك يا كابتن، مبدئيا تقييمك كده على مدار السنوات الأخيرة والأسامي اللي لمعت زي ميار مثلا شريف، وفكرة هنا أن الرياضة دي يمكن كانت السكواش أعلى إلى حد ما، ولكن التنس كمان في السنوات الأخيرة ابتدى أن هو كمان يثبت نفسه على أرض الواقع، فخلينا نعرف النقلة دي. هو دايما بنتسال اشمعنى الاسكواش بينجز والتنس مش بينجز؟ ده سؤال فعلا الناس كلها بتساله. هو الاسكواش رياضه يعني مش منتشره الانتشار بتاع التنس. الدول اللي بتلعبها دول الكومنولث، يعني هتلاقي انجلترا، نيوزيلندا، باكستان، الهند، امريكا مثلا ما فيهاش اسكواش. امريكا فيها 22 مليون لاعب تنس، فهي لعبه منتشره جدا في دول اوروبا، استثماراتها كبيره جدا، حجم الجوائز يعني البطولات مثلا بتتكلم في 10 مليون دولار مجموع الجوائز بتاعه البطوله. ماتش واحد تكسبه في جراند سلام تاخد 60,000 دولار. السكواش مش بالحجم ده، فهو عمال يكبر وبيدخل، بس للاسف يعني احنا سابقين فيه. من حتى لو كبر احنا هنبقى دايما سابقين في السكواش. التنس بنحاول نكاتش اب دلوقتي، احنا الموضوع بتاع ميار طبعا عامل اكسبوجر كويس قوي للتنس في مصر. ميار بتكافح بقى لها فتره طويله جدا، دلوقتي ما شاء الله هي في احسن حالاتها، ان شاء الله هتدخل جوه 100 الاوائل على العالم. عملت ارقام ما حدش مصري عملها قبل كده ورا بعض، بيسموها معاها مومنتم. انا عشان جاي من خلفيه سبورت سايكولوجي، يعني في الدنيا ماشيه معاها كويس قوي اليومين دول، وهي بتكافح جامد جدا، مش عايزه تسيب الفرصه دي، لان دايما لو انت بتكسب بتكسب اكتر، بتنجح بتنجح اكتر، وهي بتدير المنظومه بتاعتها بطريقه محترفه تماما. يعني طب ليه ما فيش كذا معيار؟ يعني لو هنسال، هو ممكن السؤال من بره بسيط، بس لا بجد ليه ما فيش كذا نموذج من ميار شريف؟ في الدول بتاعتنا الموضوع بيبقى فيه حته فرديه شويه. نجاح ميار المفروض نشبط فيه ونكمل بالباقيين، لان احنا في حاجه اسمها فيكاريوس وين، يعني انت بتكسب من خلال فلان. يعني لو انا في النادي الاهلي وميار من النادي الاهلي واحنا طالعين معاها وهي كسبت، طب ايه اللي يمنع ان انا اكسب؟ احنا ما كانش ده عندنا قبل كده،
ما كانش عندنا مثل بتكسب بيه. دلوقتي مثلا اخوات ميار معانا في فريق النادي مصدقين ايه اللي يمنع انا اقدر اعمل كده واعمل زي ميار. في دوله مثلا زي التشيك عندها علاقه بين ترتيبك في الناشئين تحت 14 وهتبقى كام على العالم من كتر ما المسار ما فيهوش جابس، ما فيش حتت ما فيهاش لعيبه. هو عارف ان السنه اللي قبليه عملوا كذا واللي قبليه كذا واللي قبليه كذا، فالطريق منتظم ورا بعضيه في زي قاطره كده بتتشد. احنا هنا بقى في فراغات كبيره جدا ما بيحصلش فيها لعيب، ففي اعمار ما شافتش ابطال ومش مصدقه. ما بنسافر بره نلعب بطوله ولا حاجه علشان تقنعه ان انت جامد بتاخد شويه وقت شويه، لان انت جاي من بلد ما ظهرش فيها ناس كتير، ما سافرناش كتير. بس حضرتك كنت بتقول دلوقتي ان التنس بيحاول يكاتش اب او يحاول يلحق النجاحات السكواش. طب هو كان ايه اللي مانع التنس الفتره اللي فاتت دي كلها انه النجاحات اللي فيه تبقى بنفس قدر نجاحات عالم السكواش؟ المنافسه اصعب واقوى بكتير. يعني انت بتنافس موضوع دخل فيه علم ودخل فيه فلوس كبيره جدا. اللعيبه اللي بننافسهم يعني مثلا كان معايا لعيبه ناشئين مصريين من احسن ناس في العالم تحت 12 14، انت في جهات بتدير اللعيبه، وفي يعني زائد الاتحاد المحلي بتاعه في شركات بتدير اللعيب من بدري هو ماضي معاها عقود. أوكي. والشركات دي بتملك بطولات وبتعرف توصله السكه، واللي بيملك الشركات دي لعيبه ابطال سابقين، فهو عارفين السكك عارف الطريق. فاللعيب بيبقى كذا كذا جهه بتدعمه، واحنا اللعيب بتاعنا الجهات اللي وراه قليله جدا. دلوقتي المنظومه بتبتدي في سبوت لايت متركز علينا شويه عشان في نجاحات ميار، فطبعا اول المصري ما اتحط له الطريق ده بقت سكته اسهل بكتير. طب واحنا هنعمل اي صفقات مثلا قريب او حاجه؟ هو الموضوع عندنا يعني مختلف شويه عن الكوره، ان احنا مش بنحاول نطلع لعيبه على قد ما بنقدر، وطبعا بنطعم الفريق بلعيبه محليين. ما عندناش اجانب كتير في الدوري بتاعنا، مانعين الاجانب علشان نساعد اللعيبه المحليين. التنس لعبه فرديه بس الدوري بيبقى لعبه جماعيه شويه. يعني في الدوري بتاعنا بنلعب بتسعه لعيبه، عشان تكسب لازم خمسه يكسبوا. يعني احنا مثلا معانا فريق السيدات ميار نمره واحد في مصر واحسن واحده في مصر، بس لازم الثمانيه التانيين على الاقل اربعه منهم يكسبوا. طبعا في البطولات التنس الفرديه سواء في ترتيب محلي او بطولات الجمهوريه كل واحد مسؤول عن نفسه، بطولته باسمه يعني، فاللعيب بيلعب باسمه، ويوم الدوري بس بنبقى كلنا فريق. في اولياء امور يا فندم ممكن يبقوا اولادهم حابين جدا رياضه التنس، ولكن اولياء الامور دول اما لان هم مش مشتركين بشكل نظامي في احد الانديه الرياضيه، او ان امكانياتهم المادية إلى حد ما يعني على القد، ففي انطباع عام على أن رياضة التنس من الرياضات المكلفة، الملابس بتاعتها، المضارب بتاعتها، استعداداتها ولوازمها إلى حد ما تعتبر مكلفة. هي دي المعلومة اللي منتشرة، بس هو عادة في الرياضات في مصر الطفل الثاني أو الثالث بيبقى أنجح، دي معلومة علمياً أثبتوها، لأن العيلة بتبقى عرفت. الطفل الثاني أو الثالث؟ طبعاً دي أنا أصلاً طبيب بشري والماجستير بتاعي في الطب النفسي الرياضي، فمتعلم الموضوع يعني. لقوا إن مثلاً رقم العالم في الـ 100 متر جري اللي عملوه وحطموه دايماً بيبقى مش الطفل الأول. يعني العيله يبقى سكند شايلد، تاني واحد او ثالث واحد. انا مش هتكلم، انا هقول لحضرتك ليه. انا اتمنى يعني مامتي باباي بيتفرجوا. هقول لحضرتك ليه. اولا التاني والتالت ده طول الوقت هو اصغر منهم، مهما عمل مش محصلهم، بيجوا يجروا وهو بيجري وراهم، حكوا عليه انت ابني مش عارف تجري انت، فعلى طول بيحاول يسابق ناس احسن منه. الاهل كمان بتكون جربت في الاولاني وعرفت اللعبه دي ماشيه ازاي، نلعب مع مين، نتمرن فين، ايه الصح وايه الغلط، ما بيعملوش نفس الغلطات اللي عملوها. فلقوا ان دايما التاني والتالت في البلاد اللي زي عندنا اللي المعلومات الرياضيه مش منتشره. انا عايز بسال تاني ولا ثالث؟ انا الاول. انا اللي اتهضم كده ساكت. انا اللي حقه مخدوم. لو العيله حظك انها كانت في المجال وعارفه الطريق بتبقى سهل قوي. في رياضات زي بتاعتنا التنس مش منتشر قوي، فعلى ما العيله بتكتشف الطريقه وتعمل ايه وايه الصح وايه الغلط وتروح فين بيتوهوا شويه. علشان كده الدول بره عامله نظام التالنت اي دي. يعني حضرتك انا انبسطت قوي مقدمه مكتشف المواهب دي، ان احنا بتقدر تميز. يعني بقى في معادلات حتى بتتحسب، سنك كام، ترتيبك ايه في اوروبا، يبقى انت هتبقى كام لما تكبر. طبعا بيحصل تغييرات صغيره بس بتبقى عارف بتحط فلوسك فين. يعني الدوله بتستثمر في حاجه مضمونه، لا اما لو ما اتعملش كده بيسموها ان الموضوع بقى عامل زي السبورتس روليت، يعني عامل زي القمار. ما انتش عارف تصرف وقت ومجهود في عدد من اللعيبه، انت مش عارف مين فيهم هيبقى دولي ومين منهم هيوصل مستوى محلي فقط يعني. هل عندكم مشاكل في الدعم مثلا؟
يعني هل رياضه التنس في مصر عندها نواقص خلينا نقول منعها من ان هي تنتشر وتحقق الانجازات؟ هي الصعوبه بتاعه التنس عشان تبقى دولي هي البطولات بتاعتنا بيسموها التور. سموها التور ليه؟ لان هي مش في بلد واحده، احنا بنلف. انت طول السنه بتلف. يعني لعيب التنس انا مثلا سافرت مثلا فوق 30 40 دوله، اللعيب بيلف اكتر من كده بكتير في السنه الواحده. يعني تكاليف سفره لوحدها بتعدي $60,000 مثلا. طبعا وطبعا كل ما بيتحسن بيبتدي يبقى معاه تيم. يعني من الحاجات اللي معروفه في التنس بس الولاد مش بتاخد بالها منها هو مانع ان انت يبقى معاك مدرب في الماتش لكن في ماتش الفرق سامح لك. ليه؟ لانه بيقول ان انا عشان اسافر بمدرب يبقى انا كده بميز اللعيب الاغنى واللي ترتيبه اعلى، انه قادر ياخد التيم بتاعه، قادر يشتري احسن مدرب. فاللعيب الاقل مش هيعرف يسفر مدربي معايا طول السنه. بتتكلم في 30 40 اسبوع او 50 اسبوع سفر، مكلفه جدا، وتاخد معاك المدرب بتاعك. فانت كده لو سمحت انه يبقى موجود معاك في الماتش يبقى انت بتقتل كل اللي هو لسه طالع او ماديا مش قادر يعمل حاجه زي دي. يعني فاللعيبه مكلفه جدا جدا، لان انت بيسموها لها اسم جميل كده اسمها فورمولا 1 تريتمنت. عارف حضرتك في سباق العربيات طبعا بتلاقي لو لا قدر الله عجله عربيه نامت بتاعتك انت بتنزل تغيرها او حد بيساعدك، لكن انت في الفورمولا 1 انت بتلاقي سواق واحد بيخدم عليه 15 واحد. بس هو في التنس اللاعب هو اللي بيتحمل تكلفه سفر المدرب بالظبط. في الاول بتبقى الدنيا عامله كده علشان تسافر، لغايه لما انت بتوصل مثلا احنا في الصغيرين بتلاقي مدرب واقف معاه في الملعب ممكن 7-8 في ملعب واحد. لكن لما تكبر بقى في واحد زي فادر معاه 8 بيخدموه هو. الدنيا كل ما بتكبر كل ما عدد الناس اللي بتساعدك بتقل، والخصم والموضوع بقى انديفيديوال تمام. بتتعامل معامله وراك حجز تذاكر، ملاعب، تمرين، نوم، اكل، هتلعب الصبح ولا بعد الظهر، تتمرن على الارض عامله ازاي، كور هتنقي المستوى مثلا اللي فيه ميار ده عشان تسخن بس قبل الماتش هي محتاجه مستوى معين من اللعيبه عشان يسخن معاها. دي مش حاجه وارده. يعني جوكوفيتش في وقت مثلا كان عنده ماتش مع نادال اشول، اتصل بالتليفون باكاديميه مشهوره جدا في فرنسا وطلب منهم ولد اشول. الولد بيقول لك انا كنت بتمرن الصبح لقيت طياره جايه لي بعد الظهر كنت بسخن مع جوكوفيتش. فلو في طبعا امكانيات طبعا بيبقى معاه منافسه اقوى منك بكتير. طب هل المجمع بتاع المجمع العالمي للتنس اللي المفروض هيكون في العاصمه الاداريه الجديده ده بتوجه الدوله طبعا، هل ده ممكن يفرق شويه؟ هل ممكن ده نقول كده في اهتمام اكتر ل طبعا يعني مؤخرا في اهتمام بالرياضات المختلفه، ولكن انا بتكلم تحديدا في التنس ان يتعمل لها كمان مجمع عالمي طبعا ده ممكن يستضيف اي بقى بطولات عالميه، فكده احنا ماشيين تمام ولا ايه؟ هو تمام طبعا، لان احنا في وقت من الاوقات السنه اللي فاتت او اللي قبليها كانوا بيقولوا على شرم الشيخ هي تنس مكه، يعني اللعيبه كلها بتيجي، لان احنا عندنا بطولات كانت شغاله في شرم الشيخ حوالي 40 اسبوع طول الوقت لعيبه بتيجي مستوى من بطولات معينه. فطبعا بعد ما حصل النجاح ده في البطولات دي مصر بتعمل فينيو اكبر، بتعمل يعني احنا كانت معظم بطولات زمان وانا صغير بتعمل في نادي الجزيره، السنتر كورت بتاع نادي الجزيره. دلوقتي الفينيو بتاع العاصمه الاداريه ده السنتر كورت حاجه كبيره جدا، الملاعب اللي بتخدم عليه عدد كبير جدا، بتساعد طبعا ان احنا نقدر نستضيف بطولات، وده بيوفر شويه من تكاليف السفر على اللعيبه بتوعنا. برضو على ذكر التكاليف وبرضو هنرجع مره ثانيه لنقطه الدعم، حضرتك عندك مثلا روشتة للارتقاء برياضة التنس في مصر لإيجاد سبل مختلفة لجلب الدعم؟ وبالمناسبة برضو إيه أخبار دعم مجلس إدارة النادي الأهلي لرياضة التنس وكمان دعم وزارة الشباب والرياضة؟ هو حاليا النادي الأهلي يعني أنا سبت النادي الأهلي حوالي 20 سنة ورجعت تاني، كنت في النادي الأهلي أصلا. حاليا لعبة التنس لعبة يعني واخدة حقها في النادي، يعني النادي معانا قريب مننا جدا طول الوقت، اللعيبة والأهالي كلهم صوتهم مسموع مع المجلس وقريبين من الناس ومعظم اللي بنطلبه بيتعمل. امكانيات بتاعتنا اللعبه طبعا مكلفه جدا، يعني الكور مثلا علبه الكور لوحدها 100 جنيه مثلا مستهلكها جامد جدا، فطبعا معانا كور كويسه على طول، حاله الملعب كويسه، الاضاءه مظبوطه، الحاجات دي كلها مكلفه ان انت تلاقي المستوى ده طبعًا. الفتل والمضارب يعني المضرب ب 4000 جنيه 5000 جنيه، فموضوع مكلف لو انت هتلعب على المستوى ده. بس ده كله مش على حساب اللاعب، يعني اللاعب النادي او الاتحاد كل ما تتميز كل ما الدعم بيبقى اكتر بيزيد بالنسبه لك. طب استكمالا لسؤال كريم، بره في سبونسرز بيجوا على الالعاب الفرديه يعني مقارنه بالالعاب الجماعيه لا بيبقى اكتر بكتير على الفردي. في مصر مؤخرا يمكن ومعلش هرجع تاني لنقطه الاسكواش، لان احنا عندنا تحديدا عالميا احنا كمصر محققين اولى الرانكينجز العالميه في الاسكواش، ف
في سبونسرز ابتدوا يروحوا للعيبه المصريين في الفردي. فانا بتكلم بقى هنا لو هنقارن بالتنس، هل الموضوع ابتدت الثقافه دي تبقى موجوده عندنا زي بره ولا لا؟ هو السبونسر بيبقى محتاج اي سورت اوف باي باك، يعني يا اما اكسبوجر هياخد اعلام، يا اما هيبقى مدير اعمال وبياخد نسبه، فلازم اللعيب يكون في امل انه يكسب حاجه. فاول ما حصل ان اللعيبه عندنا بدايه اتاهلت للاولمبياد، فطبعا ابتدوا يتحطوا في سبوت لايت لان ما حصلتش قبل كده. ابتدوا الولاد يبقى معاهم دعم فابتدوا يكسبوا اكتر، فالدعم ابتدى يكبر والاكسبوجر بقى اكتر، فناس بعديهم شبطت. احنا بنامل بس ان القصه دي ما توقفش، يعني ان الولاد تكمل ونلاقي حد تاني طلع بعديهم، فالمستثمر يفضل موجود جوه الرياضه بتاعه التنس ويحس انها فيها بيبقى ده رجع للاعب بقى السكور لازم ان شاء الله. احنا بندور على اللي بعديه. هي المشكله ان رياضه زي التنس عامله زي الساعه السويسري كده، مجموعه من التروس كتيره قوي، لو ممكن في كل منظومه في ترسين ثلاثه مش مظبوطين في كل بلد، انت بتحاول تشوف ايه اللي ناقص عندك وبتكمله. وبالمناسبه هو ايه اللي بيفرق ترس عن ترس؟ ايه اللي بيفرق لاعب عن لاعب؟ ساعات بالذات في البطولات الكبرى والجراند سلام وما شابه، واللعيبه اللي هي الترتيب بتاعها عالي جدا، بتحس كان مفيش فروقات اصلا ما بين الاثنين. طب ايه اللي بيميز لاعب عن لاعب وبيخلي ده يحقق مركز متقدم عن الاخر؟ هل هي اللياقه البدنيه؟ هل هي المهاره؟ هل هي يعني ايه التفصيله في أي رياضة اللي بتفرق حد عن التاني؟ احنا بنتكلم في اربع مجالات: مجال التكنيك، طريقته في اللعب، مجال الخططي، ومجال اللياقه البدنيه والناحيه النفسيه. دول الاربع حاجات اللي بنلعب فيهم. والجرعه بتاعت كل واحده بتقل وتزيد على حسب السن. يعني انت في المستوى المحترفين مش هتتكلم قوي في التكنيك والخطط، لان حضرتك زي ما انت بتقول قريبين جدا، عدينا المرحله دي كلنا قريبين جدا. اللياقه البدنيه كلنا قريبين جدا، صحيح. فما بيسالوهم بيقولوا الموضوع بيوصل ل 95% نفسي منتل في المستوى ده. لكن لما تيجي في واحد لسه بيبتدي، مش النفسي هو اللي عامل، انت لازم هتتعلم الرياضه الاول ويبقى عندك لياقه واكتساب خبرات وطبعا فالجرعات بتختلف. لكن مش حاجه اقول ان هو نفسيا هو اللي مش بيكسب علشان هو، لكن كل ما بتكبر فالجرعات دي بتتغير. ففي المستوى المحترفين طبعا الموضوع بيفرق نفسيا جدا. يعني انا السبيشاليتي بتاعتي انا طبيب نفسي رياضي محاضر في الاتحاد الدولي في موضوع القلق في التنس بالذات، يعني ده المنطقه اللي انا بتكلم فيها. القلق في التنس يعني من كتر الموضوع ده كان قلقني وانا بلعب، انا اتخصصت فيه في الطب. يعني لا موضوع القلق في التنس موضوع مقلق كتر الموضوع كان قلق في الرياضات الفرديه الموضوع صعب جدا جدا. يعني البريشر اللي بيبقى موجود على اللاعب لان هو يعني الخساره او المكسب كلها هتبقى، وفي رياضات اصعب من الرياضات. يعني مثلا بيلعب رمايه اللي بيلعب جولف، يعني الناس اللي بتلعب جولف الناس فاكره انها حاجه سهله قوي انك تدحرج الكوره جوه، فبيقولوا لهم هي مساله ان انا ادحرج الكوره جوه الحفره مش صعبه، بس الوقت اللي انا بين كل حفره وحفره والفلوس المتوقفه على الكوره دي هتدخل ولا لا، وقت التفكير والافكار اللي تجي لك هتنجح ولا مش هتنجح، هو ده اللي بناخد فيه فلوس. هو دي الشطاره ان انت تعرف تعمل حاجه زي دي وسط خطوره زي دي. في العاب تانية بتبقى الخطوره متوزعه علينا مش على شخص واحد، ما ينفعش تسرح. يعني في التنس بيقولوا في بلينك يو داي، يعني لو رمشت خلاص الموضوع صعب جدا. لعبه زي البينج بونج سريعه جدا، فما فيش مجال ان انت، بس كل واحده قلقها مختلف. يعني انا لعبت سباحه على مستوى تنافسي في النادي الاهلي، كنت بطل جمهوريه في السباحه، القلق بتاعها مختلف تماما عن التنس. انت بتقلق بيك قلق فظيع قبل السبق، بس السبق عباره عن دقيقه ما بتلحقش تلحق تفكر جواه. ماتش التنس مختلف تماما، ممكن تدخل في حاله كويسه جدا الماتش يقلقك في النص تقعد تفكر وبتاع، او العكس تدخل قلقان جدا وبعدين الماتش يعني بتفكر جواه. صحيح موضوع طويل. صحيح. شويه هو يمكن صحيح. كمان عشان بس الوقت كده تقريبا انتهى، بس كابتن خالد انا وصحح لي المعلومه، يعني انا كنت بلعب تنس وانا صغيره تقريبا، ابتديت من وانا عندي 6 سنين او 7 وتوقفت، بس رجعت العب بشكل ودي بقى مع ناس صحابي وكده، بس لسه بعرف العب. يعني يمكن دي الرياضه اللي طالما وانت صغير اخذت الرولز بتاعتها صح ومارستها فتره ممكن تحافظ على فكره على مستواك بعد ما تتوقف وتعود مره تانية. انا بحس كده. احنا ان شاء الله حلقه تانية هقول لك ساينتفكلي الموضوع بيمشي ازاي في الرياضات، لان هي ساعات دايما يضربوا مثلا كده بسوقه العجل يقول لك ما بتتنسيش. هو الموضوع احنا بنتعلم المهارات الحركيه ازاي. يعني الموضوع ده اتدرس كويس جدا وبقوا عارفين ازاي تصنع بطل. يعني هو دايما بيتكلموا انها مش تالنت، بس الموضوع بقى فيه شويه صناعه، بقينا عارفين الطرق، لان الموضوع بيجيب فلوس، فالناس بتصرف فلوس عشان تتعلم طبعاً. ازاي اكسب، ازاي اوصل ده يكسب. خلينا ماتش بقى كابتن خالد بجد والله، ولينا لقاء تاني مع حضرتك. والله لازم أكيد. ان شاء الله ده نورتنا يا فندم، مساعدنا بوجود حضرتك معانا، بنتمنى لك التوفيق ان شاء الله. شكرا. نروح فاصل ونرجع نكمل كلامنا، اتفضل.
يا اهلا بكل حضراتكم في تاني فقراتنا الحواريه. فقرتنا دي هتكون فقره مش بس انا ونهواند اللي بنحبها الحقيقه، لا ده من خلال كتير جدا من تعليقات حضراتكم نقدر يعني نبصم بالعشره ان في محبين كتير جدا لهذه الفقره، فقره نوستالجيا النادي الاهلي. بس هنتكلم فيها النهارده تحديدا عن تاريخ النادي الاهلي وحكاياته وذكرياته في دوري ابطال افريقيا اللي حصل عليها طبعا النادي الاهلي 8 مرات حتى الان، وان شاء الله عن قريب نقدر نقول كلنا التاسعه. أيوة. يا اهلي ان شاء الله. طبعا بينورنا في هذه الفقره دائما الاستاذ محمد صادق اللي عنده كم من الشغف غير مسبوق للنادي الاهلي ولانجازاته ولا تاريخه المضيء، وهو مدير مؤسسه الارشيف العربي. صباح الفل على حضرتك، منورنا. صباح الخير يا استاذ كريم. صباح الخير يا استاذ نهاوند. صباح الخير عليك استاذ محمد. انا بفرح لما باجي قناه النادي الاهلي واجيب تاريخ الجميل النادي الاهلي. جميل. ان شاء الله النادي الاهلي يبقى نادي القرن في افريقيا ونادي القرن على العالم ان شاء الله، زي البسج ابطال الدوري. هذه المره الجايه ابطال افريقيا فوقيه ان شاء الله. ان شاء الله. طب احنا مش هنتكلم على صور بس، احنا عايزين حكاوي يعني اكتر. طب احنا هيبقى معانا صور وغيره، بس احنا عايزين نسمع منك اكتر استاذ محمد. احنا النهارده هنجيب حاجه جميله جدا، ان احنا هنتكلم ان شاء الله على تاريخ النادي الاهلي من اول بطوله 1982 الى اخر بطوله خدناها 2013. هنتكلم بالسرد كده ما بين بعض الاهداف، ما بين بعض الصور، من بعض النادي الاهلي، الاهداف زي الفرحه، كل ما يخص بطولات وتاريخ بطولات النادي الاهلي في افريقيا من 1982 الى اخر بطوله خدناها ان شاء الله 2020. ان شاء الله 2013. يلا بينا يلا بينا اتفضل. شوف هنبدا 1982. كانت كنا احنا في 1981 كنا قريبين جدا ناخد البطوله، وصلنا دول قبل النهائي وكنا خلاص هناخد البطوله. دي صوره كويسه ان احنا بنتكلم. دي صوره النادي الاهلي وهو في استاد كوماسي وحامل اول بطوله في تاريخ النادي الاهلي، بطوله 1982. وكان في ماتشين، ماتش هنا وماتش هناك. الماتش الاولاني كان هنا في استاد القاهره 3-0، الكابتن الخطيب جاب هدفين والكابتن علاء ميوب جاب هدف. جميل. ورحنا هناك هم تقدموا بهدف وتعادل الكابتن الخطيب بايه؟ ب1-1 وحملنا الكاس. انا هنا ده الجرنان جايب الاهلي يتعادل مع بطل غانا 1-1، ده المباراه الثانيه. انا جاي هنا جميل قوي ان الجرنان والمجله جايبه الصوره والناس وجمهور الاهلي بيحتفل هنا في المطار في انتظار نادي الاهلي وهو جاي من غانا. دي اول بطوله في تاريخ النادي اهو. لسه بنقول جماهير الكره تهد طريق المطار. كانت عدد غير مسبوق لاول بطوله في تاريخ النادي الاهلي في افريقيا 1982. الخطيب بطل، يقول لك بطل الاهلي وافريقيا، احرز الهدف في كتوكو. هنا الناس كانت خارجه بتحتفل بمصر والاهلي والكابتن الخطيب اللي احرز الجون، اللي كنا احنا قلقانين قوي لان كان نزل الرئيس بتاع دوله غانا ارض المطار بالهليكوبتر وروح للجمهور بالخمسه انهم هيكسبوا الاهلي 5. كنا احنا خايفين، كان في ساعتها سحر وشعوذه وحاجات زي كتير. لكن الاهلي طبعا في افريقيا معصوره من زمان، وهنقول القصه دي في جايه. احكي لنا على قصه هو ممكن فعلا يحصل كده؟ ممكن، كل شيء موجود. كان زمان اعتقادات يعني. الاهلي بطل ابطال افريقيا. ادي الجون الجميل، كابتن خطيب الكوره في الهواء مسقطها فوق الجون اللي كان لابس كاب ساعتها، كان ظريف قوي ساعتها. كنا احنا بنتفرج على الاهلي وكان الجون بتاع كوتو كان لابس كاب. والجول الثاني من اروع الاجوان برضه هنشوفها ان شاء الله، ان من ناحيه اليمين بص الجول ده في اول بطوله هنا. ده كان الماتش الاولاني على استاد القاهره، وادي الجمهور العظيم جمهور مصر والنادي الاهلي قاعد بيشجع الاهلي اللي بيحمل اسم مصر. ده الجول الهدف الاولاني. الهدف الثاني من الاجوان النادره الجميله الحلوه. هنا بقى الجول ده من كابتن مصطفى عبده من اليسار لكابتن علاء ميوب في السقف الجون على طول. الله، ده الجون الثاني. الله، ده الجون الهدف الثاني. كابتن علاء مليوب اللعيب الجميل الجنتلمان الجميل اللي كان خط نص ما فيش كده يعني. ده 1982. والغريب هنا كابتن مصطفى عبده كان في الناحيه اليسرى من ناحيه مش ناحيه اليمين، غير من مركزه. الجون ده بقى يعني هنشوف اجوان بعد كده من يعني كابتن خطيب، يعني جون غير عادي من اجوان الكتيره المحترمه الجميله اللي فيها مهاره وحرفنه. شوف ازاي هياكل اللعيب ويعدي كل ما من رجليه ومن اليسار في الزاويه الضيقه. يا حلو، حاجه يعني. بتقول جول غير عادي. هو كابتن بيبو كان عنده اي جول عادي قبل؟ شفت له قبل كده جول عادي؟ لا لا، ده لا، كل الاجوان فيها مهاره احترافيه مش طبيعيه طبعا. شوف الكوره في اضيق لاعب على يعني لاعب يعدي او الزاويه القريبه، وازاي الانحناء وهو بيجري من الفرحه والانبساط. كان الجون الثالث،
واغلب ماتشات الكابتن الخطيب بيلعبها ومصاب. ده ماتش الثاني بقى هناك. ده الماتش الثاني هناك كابتن مختار مختار من اروع الاجنحه اليساريه في مصر في تاريخ النادي الاهلي. وازاي كابتن الخطيب كان عنده اصرار يتابع الكوره وياخدها ويركنها. والجون ده عمل صدمه هناك في كوتوكو طبعا وسط جماهيره. وكوتوكو دي قبيله اسمها الاشانتي. قبيله الاشانتي وكوتوكو قبيله معروفه جدا في غانا الى الان. فبطوله عزيزه جدا وكانت جميله وهي فتحت الباب بعد كده ان الاهلي ياخد بطولات كثيره. بعديها خدنا بطوله كاس افريقيا ها بس ابطال الكؤوس بقى ثلاث مرات 84 و85 و86 ها. لكن هنا بقى يا كابتن مصطفى عبده هو رافع كاس افريقيا ومعاه الاستاذ عبد الاحد جمال الدين وزير الشباب والرياضه الاسبق ها واستاذ كمال الدين حافظ. كابتن مصطفى عبده نفس الشكل لحد دلوقتي يعني بنشوفه على القناه يعني ما اتغيرش خالص. دي صور مختلفه من كام بطوله اللي الاهلي خدهم. واحنا بنتكلم انا عملت بودكا حلوه كده يعني المفروض اتكلم على ابطال الدوري بس لان انا جبت كمان ابطال الكاس في وسطيهم ها يعني ازاي ابطال الكاس بقى احنا 84 كان ويندي 85 لفنتي 86 سجاره الجابوني ها ازاي الاهلي قدر من 81 برغم انه ما كملش قبل النهائي نقول من 82 ياخد اول بطوله لغايه 87 يوصل نهائي اوكي ورا بعض كل دي بتحكي قصه النادي الاهلي مع بطوله افريقيا ها بطل الدوري أو الاهلي البطل وثابت على على كاس افريقيا ماتشة جميله ها شوف هنا طبعا. شوف هنا ازاي مصر كانت بتتابع النادي الاهلي كابتن مصطفى إيه؟ عبده ده ماتش ايه اهو هنشوف بالاهداف ثلاثه ده اكيد ماتش سجاره الجابوني احنا كسبنا هنا 3 وهناك يعني مجموع المباراتين 3-2 كان قبلها دي مطوشه مختلفه ما بين كانون ياوندي وبعد كده لعبنا مع الفنتش النيجيري وبعد كده مع سجاره الجابوني قبل ما هنرجع بعد كده ابطال الدوري اللي هو 87 بعد كده كابتن سبحان الله في تاريخ الاهلي فعلا حاجه عظيمه ان حراس المرمى دي الاهلي بيبقى ليهم سبب رئيسي في انتصار النادي الاهلي. طبعا كابتن شوبير كابتن ثابت البطل صحيح. ها كابتن اكرامي التاريخ بيقول الكابتن دلوقتي كابتن محمد شناوي يعني فعلا حارس المرمى عنصر اساسي جدا في بطولات النادي الاهلي. الحمد لله على مدار كمان التاريخ احنا الاجوال بتوعنا دايما الجول كيبرز يعني دايما ممتازين طبعا احسن من بعض جون الاهلي وجون منتخب مصر يعني مفيش كل يعني حراس مرمى كانوا بيحرسوا الاهلي حتى لو منتخب مصر دي ماتش اللي بعد الاهلي كان بيلعب بره مصر ها ما بين الفنتس النيجيري ما بين سجاره الجابوني ها والهلال السوداني لما تعادلنا هناك 0-0 وكسبنا هنا 2-0 87 كل دي بعض اللقطات من بعض الماتشات وكل مكسب من مجموع لقطتين 2-1 3-2 ها كنا بنحافظ لان كانت المباراه ساعتها ده ماتش مع كانون ياوندي 1984 مين اللي بيشوطها؟ مجدي عبد الغني كابتن مجدي عبد الغني الكابتن شوبير كان نجم كابتن شوبير كان نجم النادي الاهلي في 84 و85 ثابت البطل اهو كابتن شوبير هيصد دلوقتي ها وهو كان من احد اسباب فوز النادي الاهلي بالبطوله دي دي بطوله 84 كانون ياوندي 1-0 هنا 1-0 هناك هنشوف هنا ازاي يعني بتلعب هناك على ارضهم انا مش الله. شايفه اللعيبه فمش عارفه احدد عندنا مين معلش بعيد شويه بس ده ما بين لا من عندنا انا عايز اعرف ده يا سلام كابتن شوبير شوف الكوره دي راحه في اقصى الدوري وجابها ازاي خدت ايديه والعرضه وطلعت كابتن شوبير يعني لا لا النادي الاهلي عظماء طبعا عظماء يعني في كل مركز في كل مركز صحيح من الجون لراس الحربه في كل مركز في عظماء وفي كل جيل وفي كل طبعا طبعا ده سيستم ماشي ولعيبه في كل مجال بيجوا غيره دي غيره جميله غيره كرويه عايزين يقللوا الجيل اللي قبليهم يجيبوا بطولات اكتر يبقوا احسن يشرفوا ناديهم ها احنا كده اتكلمنا عن بطولتين لغايه دلوقتي لغايه دلوقتي احنا ماشيين بالترتيب حلو احنا 84 اللي احنا كسبنا فيها كانون ياوندي ها اللقاءات كان 1-0 هنا 1-0 هناك لعبنا ضربات جزاء كسبنا بتألق الكابتن احمد شوبير جميل احنا كده ماشيين بالترتيب ما بين دوري وكاس مش دوري بس اوكي يعني صح. الدوري 82 87 2001 2005 6 8 12 13 ان شاء الله 2020 ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله فلو لو دخلنا بقى وجينا بعد كده هنخش بقى 85 فرقه الفنتس النيجيري كانت فرقه قويه جدا طبعا واثنين هنا وواحد هناك سجاره ثلاثه هنا واثنين هناك مجموع لقاءين ده ماتش الفنتس النيجيري كان ماتش صعب جدا جدا جدا
وهنا نادي الاهلي كابتن ربيع ياسين، جوهرة السوداء الجميل، كابتن احمد رمضان، كابتن احمد مجدي عبد الغني، وكابتن الخطيب، نجوم تتلألأ في سماء افريقيا. هو نجوم النادي الاهلي، لو احنا اتكلمنا عن الاهلي نجوم تتلألأ. الجيل ده يخض اي حد بيلعب ضده. طبعا طبعا، كل جيل وليه ناسه، كل جيل وليه رجاله اللي بيشرفوا، وقبل ما بيشرفوا الاهلي بيشرفوا مصر. اكيد عشان كده النادي الاهلي هو يعني اسمه في افريقيا غير طبيعي، زي ريال مدريد في العالم، زي ريال برشلونه، ها، زي كل الفرق. وما زال يا استاذ محمد يعني احنا برضو فريقنا دلوقتي قوي، وان شاء الله الثقه كلها يعني فيه، وباذن الله كمان يشرفنا يعني ان شاء الله لو خدنا البطوله دي. انا بقول لك ان شاء الله الاهلي هيكون بطل القرن في العالم باذن الله، لان دلوقتي المنافسه الفرقه الوحيده في العالم العربي كلها في افريقيا اللي على مستوى عام بيعملوا حاجه اسمها نادي القرن في العالم. طبعا هو النادي الاهلي، النادي الاهلي هو اللي داخل البطوله دي، هتفرق معاه كتير، وان شاء الله بطوله السوبر هتفرق معاه كتير ان شاء الله يا رب. ان شاء الله لازم نكون الاهلي يلعب بكل روح، ولازم يبقى في مباراه لجمهور الاهلي، مباراه للتاريخ. الناس النادي الاهلي لازم يحط في دماغه 80 مليون ورا بيشجعوا. طالما اتكلمنا عن الاجيال الذهبيه للنادي الاهلي، احنا معانا على التليفون كابتن محمد عبد الجليل نجم النادي الاهلي السابق. صباح الفل على حضرتك يا كابتن، اهلا بيك. صباح الفل يا حبيبي، صباح الفل عليكم. الى اي درجه حضرتك مستمتع وانت بتتابع معانا انجازاتكم وانجازات اللي يعني الاجيال المختلفه الحقيقه للنادي الاهلي؟ والاستاذ محمد ايه متحمس حماس يعني. ازيك يا استاذ محمد؟ صباح الخير. ربنا يخليك يا احرف من انجبته الكره المصريه. يا رب يخليك. يعني احنا كنا بنستمتع استاذنا، وان شاء الله خير يعني، احنا متفائلين كلنا ان شاء الله. توقعات حضرتك ان شاء الله، ان شاء الله التاسعه يا اهلي. التاسعه يا اهلي ان شاء الله. ان شاء الله ماتش صعب جدا جدا جدا، فرقتين حلوين، فرقتين المره دي انا حضرت، كان ليا شرف ان انا لعبت ماتش في السوبر الافريقي اللي كان في يوهانسبرج. الاجواء ما كانتش زي دلوقتي بصراحه. بمعنى ايه؟ بمعنى ما كانش فيه السوشيال ميديا الكبيره دي للاعداد للماتش، يعني شايف اهميه الماتش بالنسبه للجمهور وبالنسبه للوطن العربي كله. طبعا حاجه كبيره قوي قوي قوي، حاجه تشرف مصر يعني بصراحه. صحيح. يمكن على ايامنا ما كان 93 94 ما كانش لسه الدنيا زي دلوقتي كده، زائد ان كان ماتش بعيد قوي في يوهانسبرج، وكان لسه جنوب افريقيا راجعه، والدنيا ما كانتش زي دلوقتي. انما الماتش النهارده المره دي على ملعبنا مصر ضد القاهره الدولية، وبين فرقتين كبار. بس ان شاء الله باذن الله الاهلي هيعمل ماتش كويس، هيكسب ان شاء الله. اللي هيمسك نص الملعب كابتن المره دي هو اللي هياخد الماتش ان شاء الله. يا موسى الحاج ان شاء الله خير باذن الله. باذن يا رب الله. يا حبيبي يا رب. عايز تقول حاجه؟ محمد صادق عايز كابتن، انا بحب كابتن احمد عبد الجليل، لعيب مخلص ولعيب جميل، وكان بينزل يعمل الفرق. خط نص ده حدش ياخد منه، ده تاخدش منه كوره، جميل بيمتعك. احنا جمهور بنحب الكوره الحلوه اللي احنا مفتقدينها دلوقتي مش زي الاول. يا كابتن عبد الجليل، عايز اسال كابتن عبد الجليل، حضرتك طبعا شفت انديه كتيره ويعني مارست اللعبه في اكتر من نادي، وكمدير كفني كلعيب، ايه الفرق بين النادي الاهلي واي نادي؟ كل ما احترم لكل الانديه الاخرى راحة. دايما اقول الكلمه، مش عارف انت خدت الكلمه دي من على لساني. ايوه. لا بجد والله، انا دايما اقولها، النادي الاهلي في حته ثانيه بجد يعني. الدنيا الشمس بتبقى طالعه، ما ينفعش ما اقولش الدنيا طالعه، الشمس مش طالعه بجد والله يعني، عارف. بص البلاغه في التعبير، ابن النادي الاهلي، ابن النادي الاهلي طالعه وفي حته ثانيه يعني، اختصر الحدوته في الكلمتين دول الحقيقه. لعيب تاريخ طبعا، رجعوا التاريخ وشوف. دي امانه انا بقولها دايما يعني، النادي الاهلي كمنظومه، كاداره، كلعيبه، كجمهور، كاوضه لبس، كممر جوه اوضه اللبس، الحاجات دي انا عشرتها وشفتها. انا عديت في انديه كتير، لا النادي الاهلي تحس ان انت محترف بره بجد. انا مش بتكلم الكلام ده عشان انا اهلاوي، انا لعبت في الاهلي، لعبت في الزمالك، لعبت مش عارف فين، الاهلي لا ليه طعم تاني زي ما بيقولوا.
ربنا يوفقنا ان شاء الله. يا رب. طيب كابتن محمد انا بصبح على حضرتك، مش هطول. صباح الخير على حضرتك. انا عندي حاجتين بس عايزه سريعا اروح ليهم. الحاجه الثانيه هبدا بالثانيه، هتنورنا امتى في 10 الصبح؟ ايوه تحت امرك. محتاجين حضرتك تنورنا، هيبقى شرف لينا حقيقي. ده شرف ليا بجد. والمتقلقين ربنا يخلي حضرتك. والحاجه الاولى سريعا، انا من وجهه نظر حضرتك يعني اتكلمت على من اللي هيمسك او هيسيطر على خط الوسط، ربما تكون فرصه افضل، ولكن برضو من وجهه نظر حضرتك هل احنا بنتكلم ان الضغط في الدقائق الاولى برضو ده ممكن يكون لمصلحتنا؟ يعني هنا الفكره ان احنا نضغط زي ما عملنا في الماتشات اللي فاتت وحققنا فيها فعلا انتصار كويس. برضو سريعا يا كابتن محمد اتفضل. هي دي حقيقه فعلا. انا شايف ان الاهلي لما بيضغط اول ربع ساعه وبيخلص الماتش دي مهمه جدا. يعني الاهلي دايما الحته عنده حته الضغط دي وحته اول ربع ساعه دي، لو خلص الماتش فيها جون او اثنين ممكن يخلص. لو طولت شويه جس النبض بين الفرقتين الماتش هيبقى رايح وجاي شويه. صحيح. انما انا عارف ان الاهلي بينزل يخلص على طول وبيبقى ضاغط. الاهلي فيه مميزات كتيره قوي، والزمالك برضو عنده مميزات، نص الملعب كويس، فراوده كويسين. احنا عندنا ميزه مش موجوده كتير عند حد، الروح. صح. روح الفانيلا الحمراء دي مش اي حد بيعرفها، او مش اي حد بجد بجد بجد. احنا في اعوام كتيره كوجك والله 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 ساده يا فندم، كنا مستوانا كان لعيبه كنا اقل من فرق كتير، بس كنا بناخد الدوري وكاس افريقيا وكاس. ليه؟ مش عشان لعيبه كتيره حريفه في الملعب او نمره واحد جمهورنا، نمره اتنين روح الفانيلا الحمراء دي والله مش موجوده كتير. صح، اتفق مع يعني حضرتك. دي ده السر بتاع نجاح النادي الاهلي. اتفق مع حضرتك، نورتنا كابتن محمد. شكرا للمكالمه الغاليه دي. كابتن محمد عبد الجليل نجم الاهلي السابق. ويمكن كمان بقى انا هزود هنا كمان، روح النادي الاهلي دي كمان مش بس في النادي، دي في القناه والله. يعني بجد والله العظيم ده كمان ظاهر هنا او عندنا في مدينه الانتاج، يعني في القناه. الروح يعني زي ما بنقول كده الكيان الكل تحتيه. ف نتج عنه ايه؟ ان القناه في فتره بسيطه بقت خدت حقها رب العالمين على مستوى العالم العربي، ولسه دي كده البدايه بتاعتنا. 20 سنه و15 سنه و10 سنين. صحيح. وفي قنوات كلام اكتر من العرض، وبرغم كده انتوا بالروح الحب ديت عملتوا بقت القناه من مش كان في جايزه قريب جدا؟ طبعا. صح كده؟ من ايام كنت انا فرحان وسعيد جدا ان قناه النادي الاهلي في فتره وجيزه قدرت تنول رضا المشاهد والناس كويسه تتابعها. ولازم تفرح يا استاذ محمد بحضرتك جزء من الكيان برضه. ده انت مؤرخ الكيان. ده شرف ليا. ربنا يخليك. واحنا عايزين نرجع تاني لتاريخ النادي الاهلي ونقول تاريخ عظيم، واحنا بنعرض ده للناس نقول التاريخ اهو. احنا بدانا 82 ابطال افريقيا، 84 خدنا 83 وصلنا برضه نهائي، وحصل جون مش عايزين نقول خسرنا في نهائي 1-0 بعد المشكوك فيه، والتاريخ بيقول كده وكل حاجه متصوره. 84 خدناها كوني يوندي، 85 لفنتس، 3 هناك و 3 هنا و 2 هناك. فلتكوا بقى مرحله منتصف الثمانينات هي الحاجه اللي نبتدي مع حضرتك لقائنا القادم بيها ان شاء الله. ان شاء الله. نورتنا وشرفتنا وسعدنا كالعاده بوجود حضرتك معانا، والحديث بقيه اكيد ان شاء الله. يشرفنا يا كابتن. شكرا ليك يا استاذ محمد حقيقي. ربنا يخليك. انت هتبقى معانا الفقره اللي جايه ولا هتوحشنا بقى؟ فقرتك انا هتوحشنا بقى يا كريم. فقرتك اللي جايه ان شاء الله حضراتكم ان شاء الله تستمتعوا معنا هوندي بيها باذن الله. ان شاء الله كريم هيبقى معانا بكره من بدايه الحلقه، بس الفقره اللي جايه لان هيكون ضيفين زي ما احنا متعودين تبقى فقره كريم وفقره انا، هينورنا ضيفين من قصار القامه هم ابطال في التنس. فاصل سريع وهنرجع نكمل. مرحبا بحضراتكم. الفقره الاخيره، وزي ما كنا كده بنسمع من واحنا صغيرين بيقول لك الرياضه للجميع، للجميع يعني ما فيش فئه او شخص ممكن ان هو يستثنى من ممارسته للرياضه لاي سبب كان، والرياضه مش حكر كمان على حد. انت دلوقتي لو عندك الاراده وكمان فكره ان انت ترسم خطه لنفسك وتستمر هتقدر ان انت توصل لحلمك. اتكلمنا قبل كده عن نماذج مشرفه جدا في المجتمع المصري من فئات مختلفه، معانا نموذجين رائعين جدا، وعلى فكره انا على الهوا دلوقتي اكتشفت ان هم مخطوبين كمان. خليني ارحب بكابتن احمد وحيد لاعب كره القدم من قصار القامه. يا صباح الفل. وكابتن الفريق كمان، وهبه اسامه لاعبه تنس من قصار القامه، وهي كمان اول لاعبه تنس من قصار القامه في افريقيا والوطن العربي. الله بجد برافو عليكي. صباح الفل في البدايه. وانتوا اتخطبتوا قريب ولا بقالكوا قد ايه؟ خطبتنا كانت يوم 29/10. طب معلش بقى هخش على اسئله كده، يعني اعتبروني حشريه شويه. اتعرفتوا على بعض ازاي؟
اتعرفنا على بعض خلال تجمعنا في مركز شباب الجزيره. هبه جت من سنتين، تعرفنا عليها، وكان برضو اللي هو مش كان الاعجاب بس، كان في تاتش. يعني انتوا في الاول كان في تاتش بينكم؟ اه جامد يعني. وجامد عملت ايه؟ زعلتها ازاي؟ اه والله يعني، بس كانت تملي الفكر واحد. بس ممكن السلوك مثلا ايه، لا ده مش واخد على ده وده مش واخد. كان بيعمل ايه فيك يا هبه؟ هو تقيل في نفسه شويه. فانا ازاي بس بعدها جت مره نقرب ومره نبعد، مره نقرب ومره نبعد. جت بقى فتره والنصيب حكم. لا ألف مبروك، ربنا يسعدكم يا رب بجد. يعني أمنية بقولها لكم من قلبي، صور جميلة هي لو نبص عليها برضو مع حضراتكم. يعني نقدر نقول إن هي يعني علاقة حب بس مش من أول نظرة خالص. جميل جدا. واحنا كده بنتفرج برضو على الصور، خليني ابدا بيك كابتن احمد. زي ما كنت بقول، احنا استضفنا قبل كده ناس او يعني لعيبه من الفرقه عند حضرتك، وكانوا معانا وكل حاجه وحكوا لنا عن تجربتهم، بس انت بقى كابتن الفريق. فدي كمان حاجه حلوه جدا. ازاي خلينا نعرف القصه بقى، كواليس الحياه بتاعتك واللي وصلتك بعد كده، او خطواتك اللي وصلتك لده. تمام. انا طول حياتي بتعامل عادي مع اهلي، عادي، واحد شخص طبيعي. وحضرتك شخص طبيعي طبعا. عمرهم ما حسسوني بكده. مع صحابي برضو نفس النظام، بلعب كوره من وانا حضانه، والعب واتكسر. يعني مره زمان اتكسرت بسبب الكوره، رجلي اتكسرت. فبعد ما اتخرجت من الجامعه سمعت ان هم بيقعدوا في عند المسرح مدبولي، عبد المنعم مدبولي. مين هم؟ شباب زينا. مؤمنين. فروحت اتعرفت عليهم وبتاع، وبعد كده نقلنا بدل المسرح نقلنا مركز شباب الجزيره. كنا حوالي 5 ولا 6، كنا كل مره نقعد نفس القعده، مفيش حاجه جديده، بقى في ملل. صح. فكان معانا الكابتن ابراهيم، قلت له مش انت كابتن؟ قال لي. قلت له طب ما تيجي نلعب كوره. قال لي نلعب كوره ازاي؟ قلت له انا كده بلعب كوره، انا يعني هخلص معاك رايح عندي ساعه لعب، ما تيجي نلعب كوره. قال لي خلاص نجرب. طبعا الموضوع الاول جيب استغراب، يعني كلنا بنلعب مع زمايلنا بس ما حدش فكر يلعب ايه بشكل احترافي بقى. شكل احترافي بقى، ويبقى فيه ند وجري والكلام ده. فالتاني اسبوع كابتن ابراهيم كلمني قال لي انا حجزت ساعتين في مركز شباب الجزيره. قلت له تمام. الموضوع بدانا ب5 ولا 6، بعدها العدد بدا يكتر. الصور نزلت على السوشيال ميديا، الفيسبوك وسع المجال اكتر. بعدها الموضوع وصل، يعني لقينا الموضوع بيتطور لوحده. انت زي ما تكون كده يعني رميت شعله الامل، لان أيوة. اكيد كان في ناس كتير جدا ونماذج كتير قاعده في البيت مثلا عندها نفس الشعور اللي انت واصدقائك كان عندك، اللي هو وبعدين. فانك ابتديت حاجه زي كده او بادرت بحاجه زي كده، يعني اكيد بعد كده ناس كتير انطلقت وراك. هي دي حقيقه. وكمان انا مؤمن بالرياضه تملي، هي بتطلع الروح الحلوه اللي جواك. مالكش دعوه، يعني تملي في اول التمرين مالكش دعوه بحد، العب، زعق، اشخط، مالكش وقعت قوم تاني. تملي اللي يقع، يعني يجي لنا لعيب جديد يقع مثلا غصب عنه، كلنا نتجمع عليه نقومه، استمر في الحياه. صح. هيبقى عندك هدف. بعدها الموضوع اتطور، وقفنا شويه، وبعدها فوجئنا ان المغرب شافت الموضوع بتاعنا، عملوا فريق منتخب المغرب. اتفاجئنا لينا اتحاد بره، اتحاد كره قدم قصار القامه، راحوا شاركوا. انا بيني وبين نفسي يبقى احنا اول الفكره واحنا بدايات الفكره، وما نعملش منتخب وما نعملش فريق. صح. من هنا عملنا المنتخب. انا هرجع لك نقطه المنتخب عشان نقعد نرغي براحتنا، بس هبه يعني برضو هسالك نفس السؤال، بدايتك كانت ازاي واشمعنى التنس وايه اللي حببك في الرياضه دي، وازاي قررتي انا هروح وحاسبت نفسي وهبقى لاعبه محترفه؟ يعني عايزين نسمع ونتعلم بجد والله. هو انا اصلا بحب السباحه وكويسه فيها جدا، بس حبيت برضو اضيف حاجه جديده، يعني حاجه اكون اتميز فيها، فكنت بجرب بشوف مهاراتي اني افضل في ايه بالظبط. فلقيت رد فعلي سريع، فقلت خلاص اخش مجال التنس. جربت يعني سباحه الاول وبعدين رحت التنس، لقيتي التنس مستواكي فيه احسن؟ وانا السباحه كويسه فيه، بس حابه برضو في رياضه تانية
مش شرط بس السباحه بس. فجربت موضوع التنس، نزلت في الاول طبعا كنت في يعني ايه، قلت اخسر بقى رهبه الملعب، ابقى في وسط ناس اشوف هعمل. نزلت عدت ما فيش اي مشكله في التعامل، كابتن برضو اداني اللي هو الطاقه عادي انطلقي في الملعب. لقيت الموضوع ما فيهوش اي مشكله، يعني مسكت المضرب الكوره بجري، لا لقيت ده حتى في مهارات ظهرت تانية في الملعب. شفتي بقى؟ برافو عليك الحمد لله يعني. طب وانت كمان هنا بنتكلم انك يعني في افريقيا والوطن العربي، يعني مش بس محليا. هي اللعبه صعبه يعني، بتعتمد ان انت لازم تكون ليكي ستايل معين في التنس، زائد تجري بسرعه على الكوره، زائد لازم تحطيها جوه البوكس الناحيه الثانيه، فلازم تعملي كل ده في تايم واحد. حلو، حلو جدا. طيب احنا لسه عندنا كلام كتير وقصص هنسمعها من ضيوفنا، بس فاصل سريع وهنرجع نكمل مع حضراتكم. برحب بحضراتكم مره ثانيه، وهبدا برضو الفقره يعني نصها الثاني واقول انها الاراده ويا ساده، خلينا نقول انها الاراده يا ساده، بمعنى ان حضرتك ما فيش حاجه اسمها اصل انا مش قادر، اصل انا فاشل، اصل انا ظروفي وحشه، اصل الناس ضدي، ما فيش حاجه اسمها كده. طول ما انت عندك اراده وعندك حلم وهدف هتقدر توصل له، بس ثق في نفسك واستمر. ومش بس تستمر، انت لازم تتحرك كل يوم، يبقى فيه حركه كل يوم، تحاول ان انت تقرب لحلمك. لكن تتكلم بقى عن ظروف، اصل الناس ظلمتني واصل الناس عملت لي، ممكن يكون حقيقي بس في الاخر انت محلك سر. فلازم يكون في استمراريه واراده. يعني ناس وقصص بنستضيفهم وابطال بيكونوا معانا في 10 الصبح في الاهلي وبنتعلم منهم بصراحة كل يوم. أنا برحب بيكم مرة تانية، وأروح معاك بقى يا أحمد، لأن احنا كنا بنتكلم عن هنا فكرة الاتحاد بقى، احنا نشكل الاتحاد لقصار القامة اللي بيشمل كذا رياضة، منهم طبعا كرة القدم والتنس، فخلينا نكمل النقطة دي. هو الاتحاد بدأ من سنتين تأسيسه، لما يعني لما لقينا في نماذج كبيرة ناجحة في الرياضة، واحدة زي أستاذة حنان فؤاد بطلة افريقيا في العاب قوه، تمام، تنس طاوله، تنس ارضي، بقى في نماذج فعلا المفروض يبقى عليها الضوء. فلازم الاتحاد يعني كنا لازم نعمل اتحاد يقنن المواضيع دي كلها، بحيث الناس دي كلها يعني حقوقها تبقى محفوظه. فجينا فكره الاتحاد برئاسه الدكتور متولي، قلنا نعمل اتحاد هنضم فيها جميع الالعاب، كره القدم، تنس ارضي، تنس طاوله، العاب قوه، جري، سباحه، رمي، كل الالعاب دي، بحيث نقلل الموضوع، بحيث اتمنى اقولها اللي نفسه عايز يلعب حاجه يلعبها، انا اللي بحط القانون، مالكش دعوه بحد، العب. نفسك تلعب كره قدم، يعني كانوا كلهم نفسهم يلعبوا كوره، معانا نماذج ثانيه يعني العب. صح. حاجه هتوقفك ليه؟ جرب، حاول. بالظبط كده. مره هتفشل، مره بعد كده هتنجح. الأهم حاجة طلع الطاقة اللي جواك، شوف النوع إيه اللي هتطلعه وطلع الطاقة اللي جواك. صح. طيب كابتن هبة، قولي لي في المحيط برضو عندك بتشوفي نماذج زي كده لسه برضو ما فيش الثقة الكافية، لسه في ناس حاسة إن هي لا أنا ما أقدرش، أنا مش هعرف يعني، وإزاي كمان بتنصحيهم أو بتتكلمي معاهم؟ هو لسه في نماذج جوا البيت تبقى خايفة تنزل تواجه الناس. فدايما أكتر حاجة بنصحها بيها إنها تنزل تطلع الطاقة السلبية اللي عندها في الرياضة. ولا انزلي شوفي جربي كده، انت ممكن تبقي عندك قدرات تانية، مثلا في ناس في السباحة، انت مثلا عندك ربنا ميزك في حاجة معينة فاستغليها صح. بس للأسف يعني، بس بنحاول ان شاء الله كلنا نطلع. لا بس الموضوع يعني بقى جايب ماشي خطوات جيدة. انا عندي اهالي بيكلموني والله، يعني واحد اصغر طفل عندنا اسمه ياسين، مامته بتقول لي انت ما تعرفش ياسين بيحبك قد ايه، انت شايفك قدوة ليه؟ لا حلمه بيتحقق، لا هو نفسه يلعب كوره، لا واحد زيه بيلعب كوره. فدلوقتي بقى الموضوع الناس تلعب وتتحرك، بقى الموضوع سهل شويه عن جداً. الاول بسبب طبعا الاعلام وتسليط الضوء على المعاقين والسياسه الدوله، الاعلام واهتمام الدوله والوزاره والمبادرات، يعني كل ده فعلا ده ساعد الناس جامد بامانه. حلو جدا. وكمان الوعي المجتمعي بقى، يعني ده يمكن الجزء الاخير اللي برضو اعتقد مهم جدا ان احنا نركز عليه وندرب نفسنا عليه ونعلم اولادنا الصغيرين كمان الكلام ده او القيم دي، لان ده امر اساسي. يعني انت لازم تربي ابنك من هو صغير ان هو مفيش حاجه اسمها يعني عيب او غلط يبقى في حد مختلف عننا،
احنا كلنا حاجه واحده، بس اللي بيميز انسان عن انسان هو اللي بيقدمه لنفسه وللمجتمع بتاعه. كابتن هبه خليني اروح لك بقى، ايه البطولات اللي جايه؟ هتفرحينا ازاي الفتره اللي جايه برضو؟ ليه نعرف. هو مبدئيا انا بتمرن دلوقتي ان شاء الله، او يعني هوصل لليمت معين وابتدي بقى اخد دخول موضوع البطوله. بس اول ماتش او مباراه امتى؟ هو رسمي لما اتحاد ان شاء الله يتشهر. انا معتمده بس يكون رسميات اكتر اتحاد، بس ممكن يبقى حاجه وديه جوه الملعب. طب موضوع الاتحاد ده برضو لو هنتكلم فيه، تقريبا امتى التاسيس يتم؟ يعني هو الموضوع هو اتاسس والمقرر موجود، بس احنا مستنيين على اخر موافقه، يعني الموافقه الاخيره لسه ما صدرتش من الوزاره ووزاره التضامن، بس بيبقى في موافقات تانية بعدها، يعني جهات امنيه وبتاع والكلام ده، بس كل حاجه يعني موجوده. المقرر زي ما بتقول والاوراق مستوفاه وكل حاجه، فاضل بس التصديق الاخير. خلينا نقول دي حقيقه فعلا. صور جميله بقى من ده هنا وانت بتتدربي. هبه كمان بتتدرب مع ناس عاديه، يعني بتلعب مع ناس اطوال عاديين. بسم الله ما شاء الله. يعني ده هنا كان فين ده؟ ده في نادي الزهور. ده في نادي الزهور. مرني عندك كام سنه يا هبه تقريبا؟ لا انا لسه داخله المجال جديد. يعني داخله مجال جديد وما شاء الله واصله الليفل ده. برافو عليكي، برافو عليكي. في بقى اي ماتشات حتى لو وديه ناس بتيجي من بره، دول عربيه او غيره، بتلعبوا مع بعض؟ احنا من سنتين كنا في شرم الشيخ، دعينا الفريق المغربي نلعب معاه ماتش، ودعينا رئيس الاتحاد حلو يتبنى الفكره، يشوف مع الحقيقه ازاي. الموضوع نجح جدا والدنيا سمعت. بعدها سافرنا المغرب، لعبنا 3 ماتشات، فزنا على المغرب. ده كان على حساب مين السفريه دي؟ يعني كان برضو مجهود ذاتي مجهود بس للأسف. ما كانش في اي دعم خالص من اي جهه؟ لا، كان مجهود ذاتي. بس ان شاء الله ده هيتغير قريب ان شاء الله بامر الله. بس هو الحمد لله، يعني احنا عندنا مواهب هنا فذة بجد. المغرب كله كان بيتكلم علينا، كان بيتكلم عن المواهب وعن الناس. لما بتسمع اللغه بتاعتنا واحنا ماشيين في الشارع، انتوا المنتخب المصري اللي غلبتوا المنتخب بتاعنا كذا كذا، فالواحد بيصعب عليه المواهب دي بامانه تبقى مدفونه كده. لا، فالواحد على قد ما يقدر بيعمل مثلا بطولات، بيجمعهم تاني، بيعمل بطولات تاني، وربنا كريم ان شاء الله. يا رب من قلبي والله. واعتقد كل الناس بتتفرج دلوقتي علينا، يعني كل الدعم بتقدمه لكم، وارفعوا راسنا كده دايما بجد. احنا نتمنى بس تبقى دعم الانديه الكبيره تبقى لينا، بمعنى ايه؟ احنا عندنا والله في ناس بتحلم بالانديه. يعني تلاقي مثلا ماتش الاهلي ولا الزمالك، ولا تلاقي العيال بتتخانق مع بعض، يا ابني انت لا يا عم انا زملكاوي مش عارف ايه، انا اهلاوي من ايه. فالموضوع ده هيفرق جامد معاهم ان شاء الله. اكيد يعني اي مسؤول اعتقد ان هو هيكون سامع ممكن فعلا يفكر في الموضوع ده. دي يعني فكره كويسه جدا ان شاء الله. الفرح امتى؟ بعدين بنخلص اول حاجه. قربتوا يعني؟ اعزموني بقى، واعزموا كريم معايا برضو. يعني كريم بجد والله يا وعد مني لو عزمتونا هنيجي. لا والله بجد. اكيد تنورونا. شكرا ليك كابتن احمد وكابتن هبه، نورتونا. ودايما 10 الصبح في الاهلي بيحيي بيتشرف باي نموذج ناجح يعني بنستضيفه هنا وبينورنا في البرنامج. الحلقه كده كلها خلصت، بكره ان شاء الله اللقاء هيتجدد في 10 الصبح في الاهلي مع نهوان سري وكريم كوجي.